بيرول، بيرول سايكلز كلكم عارفين متى تاخذ الراتب، يعني either could be monthly شهري or semi monthly or biweekly or weekly salary period. نتكلم monthly it means 12 times a year بالسنة 12 مرة. semi monthly 24 times a year. biweekly 26 times a year. weekly شوفوا هنا semi monthly 24 times. biweekly 26 times. طبعا الشهر أربع أسابيع بس في يومين زيادة أو ثلاث أيام بعض العشر. 2 days extra or 3 days. So semi-monthly 24 times, bi-weekly 26 times. Okay. انتبهوا للجزء at this point. Weekly, 52 weeks per year, 52 أسبوع في السنة, 52 times. If the salary yearly based in a year $50,000, it can be calculated how it will be weekly or biweekly or semi-monthly or monthly. Okay. واضحة إن شاء الله. كل عن طريق الدفع في الـ hour rate pay حساب الساعة والـ how to calculate overtime. Plus pay our employees times rate per hour. كم ساعة اشتغلت وكم أجرة الساعة؟ Overtime, okay, what is, if we talk about weekly, how many hours weekly overtime? If you work for more than, كم ساعة لو اشتغلنا أكثر من 40. Yes, more than 40 hours, it's considered as overtime. Overtime, كم حسابه؟ لو كان الساعة بعشرة ريال, overtime كم تصير؟ 55, yes, it's 1.5. حساب مرة ونص. ساعة حساب نفس الكلام هنا the same story here. unless it's mentioned أحيانا تكون تذكر في السؤال مو over times two times أحيانا يكون over time ضعف الوقت العادي مثلا يكون في عيد مثلا يكون في لا سمح الله في disasters في كوارث فيكون over time double or triple أحيانا basically if it's not mentioned It's 1.5. Okay. It's our overtime regular rate times 1.5. Plus be earning 40 hours plus earning at time and a half. This example. هذا مثال employee هذا الموظف يوم من Monday 13 hours Tuesday 8.5 Wednesday Thursday Friday Saturday total 61.5 hours. What is I want to find الحساب الأوفرتايم بحسب كم what is his gross pay كم هيطلع حساب الشخص هذا. Okay أنا عندي 61.5 hours. First 40 hours, أول 40 ساعة كم حاسبه؟ $9 per hour. So this $360 the 40. What is over 40? 61.5 minus 40 هيطلع لي كم؟ 21.5 hours. هذه حاسبها كم؟ 9. هي 9 في 1.5 9 times 1.5 which is 13 hours $13 هنا الحل مكتوب بشكل مرض بعدين نجمع we add them together to get the total هذا الحل هنا هي earning 40 plus 61 minus 40 21.5 هذه over time نجمع التوتال this is the total واضح السؤال هذا إن شاء الله اوكي الله عندي سؤال يسأل عن الجزئية هذه أني كوشن دكتور بس معلش تعيد السؤال اللي قبل شنو ايش عيد فيه قل لي ايش ما انت فاهم قل لي
السؤال كله دكتور كيف السؤال كله؟ الواحد وعشرين الواحد وعشرين بوينت خمسة هذه من وين جت؟ ممتاز ممتاز أنا متفقين. الأول 40 ساعة كم؟ أول 24 أول 40 ساعة first 40 hours وذا ريت 9 دولارز بالأور صحيح؟ أول 40 ساعة 9 دولار. طب ما زاد عن ال 40 ساعة كم حسبه؟ يعتبر أوفر تايم 1 بوينت يحسب أوفر تايم. طب كم ساعة عنده أوفر تايم من الشخص هذا؟ جاوبني كم ساعة؟ 21.5 أنقص ال 40 من 61 صحيح؟ يس 61 ناقص 40 يطلع 21.5 hours هذا الأوفر تايم حقه. وحاسبه على كم؟ الأوفر تايم يصير 21 ساعة 21 ساعة ونص. الساعة بكم دولار حقة الأوفر تايم؟ مرة ونص من التسعة يعني 9 times 1.5 which is 13.5. بعدين نجمع وآدم تقول نجمعهم كلهم يعطيني المطلوب. واضح؟ واضح يا واضح يا دكتور. طب أوكي and another way of paying straight piece rate pay بالقطعة. أنا حاسب الشخص أنت بالقطعة مو بالساعة ولا باليومية. cross pay number of units كم قطعة أنت تشتري times rate per unit زي في المصانع في الخياطة في الإنتاج. أقدر ما تنتج أحاسبك. This example Ryan Foss produced 900 dollars. He paid 0.96 per doll. Calculate gross pay. أنت 900 لعبة 800 each one 0.96 دولار حيصير الجروس بي هنضرب 900 تايمز 0.09. This what we call هذه straight piece rate مباشر يعني straight piece rate. في عندي differential بي يعني هنا اوكي اشتغل 900 حاسب على الحبة. No الجروس بي هنا there is a schedule في عندي جدول أنتج first 50 pieces أول 50 قطعة حسبك 0.5 دولار. From 51 to 150 pieces I'll give you 0.62 دولار سويته أكثر. From 151 to 200 pieces I'll give you 0.75 دولار. Over 200 pieces you produce I'll give you 1.25 دولار. Why I do this to encourage the employer to work harder. عشان أشجع العامل يشتغل أكثر وينتج أكثر فأزود له في الحساب. يشتغل لي أكثر زود له شوية في الثمن القطعة. هذه الـ differential pay schedule جد. كيف نحسب هذه؟ how to calculate this؟ عندي هنا they produce 300 dollars أو حاسب على 300 لعبة. هنا السعر يختلف حسب الإنتاج. first 50 pieces أول 50 قطعة حاسبه 0.5 دولار. فانت 300 اخذنا 50 باقي 250. From 51 to 150 is 100 pieces 51 to 150 is 100 pieces is 100 pieces هذا حسابها كم 0.62 this times 0.62 this one first one times 0.5 الباقي from 151 to 200 كم قطعة هنا 50 50 pieces is 50 pieces حسابها كم 50 pieces is considered as point 0.75. هلا والله انا دكتور 0.75 over 200 كم باقي عندي 200 باقي على 300 باقي 100 consider 1.25 100 ضرب 1.25 بعدين نجمعهم together add together to get the final answer. واضح؟ في شيء مو واضح هنا؟ في شيء مو مفهوم؟ تحسب بالقطعة ويتحسب حسب المجموع الكلي. في عندي أنا straight خلصنا من بالقطعة الآن. في commission العمولة حساب على العمولة state commission withdraw. ايش يعني withdraw؟ انه عندي موظف يشتغل اعطيله
ما انتظر اخر الشهر، اعطي له في نص الشهر يحتاج مصروف زياده هنا، اعطي له درو، كواليتي درو، واخصمها في الاخر عند الراتب، عند تسليم الحساب. ما في سالري، ما في راتب، جاست كوميشن هنا مع الدرو وذا درو. السيرتين كوميشن از سيرتين برسنتج اوف ذا اماونت سيلز بيرسون سيل. Logan company pay a straight commission and straight commission 15% on her net sales. على صافي المبيعات 15%. طبعا net sales، ايش تعريف النت سيل؟ are total sales less sales returns. صافي المبيعات، مجموع المبيعات ناقص العائد، less sales return. May Jackie had net sale and net sale. Said is net sale $56,000. صافي المبيعات $56,000. Logan gave Jackie $600 draw. أعطاه $600 في May. What is Jackie gross pay? عندي هذا الصف المبيعات 56,000، هتاخذ منها كم؟ 0.15 15%، وبعدين نخصم الدروس 100 اللي استلمها مني. اوكي بايولوجيك يعني واضح. بالنهايه 0.15 80,000 - 600 7,800. إذن هذه straight commission، سواء withdraw or without draw، same نفس الطريقة، سواء بسحب بدفع أو بدون draw without draw. Variable commission sales حسب المبيعات بيأخذ عمولة أكثر. Differential commission rates with different level of net sales. And the other last month, January net sale were $160,000. Gross pay based on the schedule. عندي جدول لغاية $35,000 up to $35,000 for person. أنا عندي أول $35,000 أخذ عليها 4% is $35,000 plus. عندي 10,000 in from 35 to 45 is 10,000 which is 10,000 here times عليها كم 6% 0.06 plus remaining كم الباقي على 45 over باقي 115. كيف نحسبها هنا؟ ممكن اكتب this 160,000 160,000 minus our 35 نحسب 35,000 كم الباقي؟ 125. الثانية كم؟ من 35 إلى 45 10,000 هذا بقى 115. بعدين ال over 45 هذا 115 minus 45 هيطلع لي اللي هو ال أول 35 المتبقي 115 خلاص. خلاص هي 115 المتبقي آخر شيء صح، لأن أكثر من 45. هي ال 160 قسمناها إلى ثلاثة أجزاء 35,000 بلس 10,000 بلس remaining 35 هذا أول 35 10,000 is 35 to 45 is 10 10 remaining 10 115 هذه this portion first part will take 4% second part 6% third part 8% this is a total this variable commission sale but variable commission sale. Okay salary plus commission هذا زي اغلب المحلات salary راتب زائد عمولة.
إذا كان بالبيز $3,000 monthly salary plus 4% commission for sales over 20,000 مبيعات أكثر من 20,000 يأخذ عليها عمولة 4%. كان مبيعاته $50,000 50,000 minus 20 then يعني اللي أكثر من 20,000 واللي يأخذ عليه عمولة كم $30,000 extra زائد 30,000 يأخذ عليها 4% plus السالري الراتب تبعه. واضح هذا إن شاء الله. That's all. هذا شابتر 9. طبعا انتبه من نحسب هنا gross pay لها أكثر من قاعدة. يعني أنا قبل شوي جانا كذا سؤال gross pay كل شوي يتغير قانونه وحسب طريقة الدفع. تمام. وش معنى gross pay؟ المبلغ الإجمالي الدفع الكلية كامل المستحقات الإجمالية gross pay، رواتب، عمولات، مستحقات، اوفر تايم، كله gross pay في الآخر كم يجمع. In this example, salary plus commission. In this case, لا. هذه commission and draw. اللي قبلها, no. يعني على حسب المعطيات اللي في السؤال. حسب المثال, حسب السؤال. كم مستحقاتك في الناس؟ سميها بالعربي. كم مستحقاتك؟ كم لك على الشركة هذه؟ واضح دكتور. تمارين example, this is نفس الشيء هنا. انتبهوا للساعات والأيام و... المثال نفس الشيء. المثال نفس الشيء. هذا بالي باليونت. اوكي. كل أمثلة نفس الشيء نفس الكلام. هذا مثال.